نظمت هذه الوقفة تضامن مع أخواتنا نساء الخليل، وما وطبعا رفض لما تعرض لهم من اعتداءات جسدية وعلى اللي هو نسائنا في داخل البيوت. وهذا إن عبر بعبر على أنه الاحتلال بطبعه أنه بده يمارس كل ضغوطاته من أجل أنه إحنا نرضخ للقرارات اللي بوجهها، أو يستمروا في العملية اللي هم عايزينها، اللي هو عدم تمكننا من أنه إحنا نستمر في قضايانا السياسية والاجتماعية، ولن يعنينا ما تقدمه أو يضغطوا علينا باتجاهاته. نحن فلسطينيات، نحن مناضلات، نحن مسلمات، نحن نحافظ على شرفنا أكثر من مهمة. إحنا لن نداس ولن ننداس ولن ننداس مهما عملوا فينا من ضغوط، ولن نتنازل عن قضيتنا وعن مشروعنا الوطني وعن دولتنا الفلسطينية بإذن الله وعاصمتها القدس الشريف. أول إشي يعني دخلوا بالليل على عائلة كاملة بأكملها. الأم عمرها 53 سنة، بنتها عمرها 17 سنة، إلها كناين ثلاثة. وطبعاً استعملوا الكلاب البوليسية واستعملوا قوة الضغط عليهم، وطبعاً ألزموهم إنهم طبعاً يشلحوا. بتعرفي الضغط الإسرائيلي مش قليل، الضغط الإسرائيلي قاعد بخلي الشريف جاسوس وبيخلي نضيف يعترف انه هو كذا. فهذا ضغط اسرائيلي عنوانه بس اللي هو انتهاز الشعب الفلسطيني، واللي هو تحقيق هدفه في اذلالنا ونسياننا انه فعلا في احنا ما زلنا فلسطينيين وندافع عن حقوقنا وعن ارضنا، ولن نتنازل عن دولتنا الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف. صح، الشرف المراه كبير، ولكن للأسف الشديد هم لا يعترفوا بهذا الكلام. يا ريت الأمم المتحدة تأخذ هذه القرارات، كيفية تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين اللي وصلت لأنهم يدنسوا الشرف الفلسطيني. كل نساء فلسطين كلهن شريفات ومسلمات مناضلات ومضحيات اللي ضحت بابنها وجوزها وأخوها، شايف كيف؟ فهذا ليس غريب على المرأة الفلسطينية الحديدية الذي لن تتنازل عن أي حق من حقوقها.